الأخبار الثامنة من 218 وفي عناوينها: قصف وتحركات جنوب بني وليد ونسمة ضد رتل يشتبه بأنه لداعش. كاميرا 218 تتجول في محوري سوق الحوت وميناء المريسة ببنغازي. زغيد: التصويت على الحكومة لا يتم إلا بتعديل الإعلان الدستوري. أهلا بكم إلى التفاصيل. ذكرت مصادر محلية لـ 218 من داخل مدينة بني وليد أن القصف الذي سمع ليلة البارحة في ضواحي بني وليد استهدف رتلا لمسلحين يعتقد أنهم من داعش على بعد 50 كيلومترا جنوب المدينة، كما استهدف أيضا منطقة الإسدادة. ويضيف مصدرنا أنه حتى اللحظة لم يتأكد وقوع إصابات أو قتلى في القصف الذي جاء على دفعتين. رئيس المجلس المحلي بني وليد علي النقراط أكد لـ 218 أن الطيران الحربي يحوم منذ يومين على ارتفاعات متفاوتة فوق المدينة وضواحيها، نفيا أن تكون المدينة قد تعرضت لأي قصف جوي، منوها إلى أن الضربات الجوية التي سمعت ليلة البارحة تبعد عشرات الكيلومترات عن المدينة. إلى ذلك، وبعد توارد أنباء عن وجود رتل لتنظيم داعش جنوب مدينة بني وليد وجنوب بلدة نسمة، انطلق شباب المنطقتين لتمشيط المكان في حراك واحد حسب ما أفاد محمد المبشر رئيس أعيان ليبيا للمصالحة الوطنية. منذ ثلاثة أيام كانت هناك طائرات تجوب على في سماء بني وليد، طبعا مجهولة الهوية، وكان القصف ليلة البارحة. طبعا الأخبار متضاربة، قمنا بالتواصل مع سرية حماية بن وليد ومديرية الأمن في بن وليد، ولكن وتواصلنا معه في هناك الأخبار متضاربة عن مدينة أو منطقة شميخ. تواصلنا مع الأهالي في منطقة شميخ وبعض الأخوة زاروا عين المكان ولم يلاحظ أي شيء، وليس هناك وقوع أي خسائر بشرية أو مادية. وبالنسبة لمنطقة السدادة، طبعا تواصلنا مع بعض الأخوة ولم يكن يرد أن هناك قصف في مدينة السدادة. هناك أخبار عن وادي يطلق عليه وادي منصور، أن القصف هناك في رتل مجهول الهوية، لا نعرف هوية لمن هذا الرتل، لتنظيم الدولة أو لأي جهة أخرى. طبعا هناك أخبار على منطقة وادي يسمى أو يطلق عليه بمسمى ترغلات، فتأكدنا من هذا المصدر، وإلى الآن لم تردنا أي أخبار أكيدة أو صحيحة على من هي الجهة التي تم قصفها أو في المكان بالتحديد، هل هو في جنوب المدينة أو في الجهة. بعد الإشاعات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول عودة عناصر الجماعات المتطرفة واستحواذها على ميناء المريسة، توجهت عدسة 218 إلى المحور الغربي، حيث تمكنت من الدخول إلى الميناء بصحبة الكتيبة 309 المجحفلة وعادت بهذه اللقطات. Thank you.
لا وقفة. لا وقفة. لا وقفة. كتيبة 309 منذ فترة متمركزة قرب ميناء المريسة ونرصد في أهداف العدو ويدعم بالجرافات والمقاتلين في هذا الميناء. تم هجوم على الدواعش هجوم مباغث وتم طردهم من هذا المناب بفضل الأساوس أبطال كتيبة 309. أين نحن الآن؟ الآن نحن في ميناء المريسة. هذا الميناء كان يدخل الجرافات من هذا الميناء وينزلوا في عتادهم وسلاحهم في هذا الميناء. يوم الخميس كان في تقدم من الكتيبة 309. الحمد لله رب العالمين كبدنا تلك الجماعات الإرهابية القصائر الثقيلة من آليات ومن أفراد. التقدم تم السيطرة بالكامل بإذن الله على الحظيرة الجمركية وثم الاشتباكات على معسكر وسام بن حميد. بالنسبة لموضوع الاقتحام المعسكر وسام بن حميد، ثق وتأكد أن الأفراد كتيبة 309 لديهم القدرة بالكامل على السيطرة على المعسكر في أقل من نصف ساعة، لكن الموضوع طبعا تعليمات من القيادة العامة للجيش الليبي ووفق الخطة الاستراتيجية التي وضعها الفريق أول ركن خليفة بالقاسم حفتر، أيضا العميد ركن عبد السلام الحاسي عمل أنا أقل من أن يقيم عمله بشكل عام، والحمد لله بدأنا بشائر النصر وبشائر الفرحة داخل مدينة بنغازي وشفنا الأهالي وشفنا الشيابين زي ما نقولوا الغرابة وأيضا العجاز داخل مدينة بنغازي، يعني الفرحة والابتسامة بالعودة. أي نعم لدينا تحفظ لموضوع العودة على المناطق مثل الليتي والهواري ومزارع السيفرج. خطأ كبير أنك ترجع تحمل السنة ونص، فانتظر يومين ثلاثة باش نفرح ونحن بك أنك أنت رجعت، مش أنك أنت أصبت مثلا بلغم مثلا. هذه اللعبة كبيرة جدا بالنسبة للغار. كما تجولت كاميرا 118 في محور سوق الحوت ببنغازي الذي شهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وتنظيمات الإرهابية بعد أن سيطرت قوات الجيش على الميناء الرئيسي ومبنى الجوازات ومركز شرطة المدينة. تم دخول الشهر السابع صباحا وقت الحالي تشوف الوضع قديم الجوازات والله الحمد. تم دحر العدو الخلفي بالتحديد. ان شاء الله مقدمين على المحكمة شوية خير. الله اكبر الله اكبر خشينا عليه خشينا عليه ما هو قريب يومين بالكثير تحرر. بس والله الحمد ثبات اي صامدين ربك معنا باذن الله. ولو خمس دقائق استراحه المقاتل بس ردني عليهم شوي. تم اقتحام إدارة الميناء بنجاح، كذلك البواسل المقاتلة قاعدين جوا داخل الميناء الوضع تحت السيطرة، أي كذلك إن شاء الله لحظات يتم الدخول على العدو من جهة مركز المدينة كذلك عن طريق البحر. الله أكبر الحمد أول بيك الزهر تدريك بحر. الله أكبر أيوة الله الحمد ربك ما أنا شفته أي سمعته تو شفته أيوة الله الحمد كذلك بإذن الله لحظات يتم اقتحام البحر إن شاء الله لحظات مش طريق البحر طريق المحكمة ومنارة بإذن الله. الله أكبر 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 ال
الله باذن الله جو اليوم منارة يا خيري. منارة الله أكبر. تقدم هو اليوم في تقدم ولا فيش؟ في تقدم الأسود. في تقدم الله أكبر ما شاء الله تقدم دحر عدو الكامل تجيبه تقدم برنا. مشاة بحرية يا باي الله أكبر. مشاة بحرية في الميدان. مشاة بحرية في الميدان في أي مكان. مشاة بحرية في الميدان في أي مكان. الله أكبر. هذه 14. وجه عميد بلدية بنغازي عمر البرعصي كلمة لسكان مدينة بنغازي هنأ فيها المدينة والقوات المسلحة والقوة المساندة لها بالانتصارات التي تحققت وتقدم قوة الجيش في محاور القتال، كما أعلن عن التنسيق مع آمر غرفة عمليات الجيش لفتح الطرق الرئيسة للتخفيف من الاختناقات المرورية، ووجه نداء لكافة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أي جسم غريب حفاظا على سلامتهم. نتقدم بأحر التهاني للشعب الليبي بصفة عامة وهاني مدينة بنغازي بصفة خاصة على الانتصارات التي حققها أبنائهم من القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية والقوة المساندة لهم. أحيي كل مدن إقليم برقة التي ساندت بنغازي في محنتها من إجدابية غربا حتى مساعد شرقا. تم التنسيق مع آمر غرفة عمليات الجيش بشأن فتح المسارات والطرق الرئيسية للتخفيف من الاختناقات المرورية، كما تم الاتفاق على تسهيل أعمال غرفة العمليات والطوارئ التابعة للمجلس البلدي. ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله ستنطلق اللجان المتخصصة في حصر الأضرار التي تعرضت إليها منازل المواطنين، وهذه أولوية من أولويات المجلس البلدي لمدينة بنغازي. نؤكد على كافة المواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة والعمل على تبليغ الجهات المختصة فور مشاهدتها حفاظا على سلامتهم، وكذلك التعاون مع قوات الجيش والأجهزة الأمنية والهندسة العسكرية وكل الأجهزة المساندة للعمل في مدينة بنغازي لوضع آلية لعودة المواطنين إلى أماكنهم بأمن وسلام، حيث أن الخوارج قاموا في عدة أماكن بتلغيم هذه الأماكن وبالتالي حفاظا على حياة المواطنين. نأمل من المواطنين الالتزام بكل التعليمات الصادرة من غرفة العمليات العسكرية. قام قسم الطوارئ التابع لصنف الهندسات العسكرية بالتعاون مع شركة الخدمات العامة في بنغازي بعملية تمشيط واسعة لتفكيك الألغام والعبوات الناسفة، إضافة لإزالة السواتر الترابية في المناطق المحررة داخل المدينة. التقرير التالي والتفاصيل. بعد اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة بنغازي في كافة المحاور، بدأت أعمال فتح الطريق وإزالة الألغام والسواتر الترابية بالمدينة من قبل صنف الهندسة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، التي مهمتها تنظيف الطريق العام من مخلفات القتال والألغام التي زرعت من قبل عناصر داعش قبل دحرهم من قوات الجيش الليبي، ليكون الطريق سالك للبدء في إزالة السواتر الترابية والتنظيفات. تم إبلاغنا من القيادة العامة أن يبوا فصيل الطوارئ الهندسة العسكرية بافتتاح طريق المطار، وجبنا معنا شركة خدمات العامة اللي هي تنظف السواتر. طبعا شركة خدمات العامة ما تقدرش تنظف السواتر لأن السواتر ما زال فيها بعض التفخيخات وما زال بعض فيها المخلفات، لا قدر الله تسبب عملية انفجار. قاعدين تو نحن نأمنوا في السواتر الترابية، بعد ما نأمنوا السواتر الترابية يجي الكشيك يقوم بعمله. في المقابل تبدأ شركة الخدمات العامة بمدينة بنغازي بمزاولة مهامها، وهي فتح الطريق الرابط من مطار بنينة وحتى نهاية الطريق الساحلي للمدينة بإزالة كل المخلفات والسواتر الترابية. تعليمات من رئيس لجنة إدارة شركة الخدمات العامة بالاتفاق مع غرفة عمليات الجيش ومع المجلس البلدي بنغازي
وقمنا اليوم بشرنا العمل على تمام الساعة الخامسة صباحا. بدينا من 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 كوبري بنينة اللي هو تقاطع طريق سيف رجة مع طريق المطار. ونحن الآن كان منين نتكلم أنا من قدام معسكر 21 عفاريت ومتجهين بإذن الله مش حنوقفه. ولو ما على حسب التسخير لو اليوم سهلت بإذن الله حنكونوا في صمافر وحنفتحوا حنفتحوا طريق المطار لعند تقاطع الدائري الثالث اللي هو صمافر الليتي. رغم كل هذا إلا أن المكان لم يخلو من بعض الألغام والقنابل اليدوية التي زرعت لتفتك بأبناء المدينة. خشينا فككنا العبوة هذه بيجي تمام ديرينا مفخخة تمام المساكة نستعملين المساكات سلاموي مساكات وحريرة بطارية. الكل يعمل والكل يسعى لأن تعود بنغازي لجمال حلتها من خلال تنظيف وإزالة السواتر الترابية وإزالة الألغام وإنهاء مظاهر الحرب داخل أحيائها. ما تزال الحملة التي أطلقها الهلال الأحمر في بنغازي سلامتكم هدفنا قائمة، وهي تهدف إلى توعية المواطن بمخلفات الحرب وكيفية التعامل مع الأجسام الغريبة ومحاولة مساعدة الأهالي الذين يتدفقون إلى مساكنهم بعد تحرير مناطقهم. هاي غريبة، لا في حد ولا في ضرب. المكان هذا عمره ما صور، لو كان نصوره وننزله على الفيسبوك تي هاي على لايكات نقلنا ما فيها. نطلع التليفون ونصور. لا مش واضحة من قريب أفضل حتى كده. احذر لا تقترب من مناطق الاشتباك حتى ولو كانت هادئة لأنها قد تحتوي على مخلفات الحروب. أفاد أنيس المجبري مسؤول غرفة عملية الطوارئ التابعة للمجلس البلدي بنغازي بأن المجلس يوجه بنداءات لتوفير مادة الدقيق بعد عجز الحكومة عن توفيرها. المجبري قال إن القيادة العامة للجيش وفرت دفعتين الأولى من الإمارات العربية المتحدة تم استلامها وتوزيعها على المخابز بالمجان، والدفعة الثانية من مصر ستوزع أيضا بالمجان على المخابز. واستلمت أول دفعة من مادة الدقيق من القيادة العامة ووزعناها على المخابز كانت مجانية، وأمس كذلك استلمت دفعة ثانية كانت من مصر وسلمناها لصندوق موازنة الأسعار ويتم توزيعها الآن على المخابز مجانا. وبهذا نحن طبعا نوه جميع المواطنين ونوه الأخوة الخبازين براعوا تسعيرة الخبز للمواطنين. طبعا المواطن الان يعاني من قله السيوله من قله اللي في داخل المصارف والعجز المصارف الان على توفير السيوله للناس. فنحن نتمنى من جميع القطاعات والتجار اللي يملكوا توفير قوت المواطنين بانهم يساعدوهم ويساندوهم. في ناس الان ضحي بارواحها، يعني شو المشكله اذا كان انت نزلت في التسعيره او بعت سعر جمله او ساعدت هالناس. نحن طبعا الاجرات يعني في بعض الناس استغلوا المواطنين من ناحيه الاجرات من ناحيه تسعيره المواد الغذائيه. يراعوا الله في هالمواطن، هذا المواطن المسكين اللي الان بدا اللي الان حس بطعمه النصر، حس بطعمه الراحه، حس بطعمه الاستقرار، حس بطعمه الامن. كان المواطن فعلا كان يعاني في معاناة شديدة من جميع النواحي، من نزوح، من صحة، من بيئة، من كهرباء، من مياه. والحمد لله على بفضل الله تم الآن بدأت تتعافى المدينة وبدأت تتعافى الدولة كلها، ذلك بفضل المجهودات قواتنا المسلحة والجيش والشرطة وكذلك قوات مساندة لها والناس أهل الأصل في هذه المدينة الذين لم يتخلوا عنها في هذه الأزمة. أصدر عدد من النشطاء والشباب بمدينة بنغازي بيانا حول الانتصارات التي يقدمها الجيش الوطني في المدينة، جددوا عبره مطالبة المجتمع الدولي برفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني. كما طلب البيان القيادة العامة للجيش الوطني ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالشروع في تأمين المدينة وإنشاء بوابات أمنية متطورة، وأن على الحكومة المؤقتة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المدينة. ونحن نحتفي في العصية بنغازي بالتحرير والنصر على تنظيم الدولة داعش ومن سانده وولاه أعداء الوطن والدين، فأننا ندعو لشهدائنا الأبرار الذين هم السبب الحقيقي بعد الله في هذا النصر العظيم بأن يتغمدهم الله
بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، كما ندعو لجرحانا الأبطال بالشفاء العاجل والعودة سالمين غانمين. ولا يسعنا في هذه الأجواء التي تغمر المشاعر إلا أن نسجل خالص الشكر وجميل العرفان لرجال جيشنا الأبي قادة وجنود ولشباب المناطق المساندين لهم، فقد سطروا في سجل التاريخ ملاحم عز وبطولة يستحقون بها أن يدونوا فيه. قال إبراهيم زغيد عضو مجلس النواب في تصريح خاص ل 218 إنه لن تكون هناك جلسة لمجلس النواب يوم الغد، معللا ذلك بعدم اكتمال النصاب القانوني، ذاكرا بأن أغلب النواب غير موجودين حاليا بطبرق. كما أشار إلى أن كتلة السيادة الوطنية ستعقد يوم غد اجتماعا لمناقشة أهم القضايا العالقة منذ أسابيع. وبخصوص الاتفاق السياسي قال زغيد أن التصويت على الحكومة لا يتم إلا بتعديل الأعلان الدستوري. هذا وكان من المتوقع أن تعقد يوم غد أو تعقد جلسة للبت في حكومة الوفاق الوطني وتعديل الأعلان الدستوري. قامت طائرة تابعة لسلاح الجو بقصف حي 400 والشريط الجبلي المطل على الساحل الشرقي والمعروف بالحجاج، كما تم قصف مخزن للذخائر والأسلحة فضلا عن تدمير عدد من الآليات في منطقة الحجاج المطلة على باب طبرق في الساحل بدرنة. يذكر أنه كانت هناك محاولة فاشلة ليلة البارحة لبعض أفراد تنظيم داعش للنزول عبر منطقة الكورفات 7 المطلة على حي باب طبرق، غير أنهم قوبلوا برد عنيف من قبل شباب الحي، الأمر الذي أجبرهم على أن يعودوا أدراجهم. رصدت كاميرا 218 الأضرار التي تعرضت لها كلية التربية بأوباري جراء الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخرا، وتظهر تعرض معامل الكيمياء والأحياء لأضرار كبيرة نتيجة سقوط صاروخ على أحد المعامل، ما تسبب في حرق بعض القاعات وانتشار روائح سامة نتيجة ما تحويه المعامل من مواد كيميائية قابلة للاشتعال. وفي السياق ذاته قام متطوعون بحملة نظافة داخل أروقة الكلية. هذا وكان سالم أبو خزام الناطق باسم المجلس الاجتماعي لقبائل الحساونة قد أكد في اتصال هاتفي مع مراسل 218 أن عملية تبدل المحتجزين بين التبو والطوارق تمت في مسجد أبو بكر الصديق بالمدينة وبحضور أعيان المنطقة، وأشار إلى أنه بذلك تزول آخر عوائق تنفيذ اتفاق السلام بين الطرفين بعد استلام القوى المحايدة من قبيلة الحساونة كافة المواقع العسكرية والأمنية من طرفي النزاع المسلح. وطبعا بالنسبة للأضرار اللي في الكلية هنا، طبعا الأقسام قسم العلوم وقسم الكيمياء وقسم الحاسوب وقسم الأحياء هذا تضرروا، هناك ما سرق، هناك ما حرق، هناك ما نهب طبعا بسبب الأوضاع الدائرة في أوباري. طبعا بالنسبة للحملة اللي مدايرينها حملة تطوعية لمدة أسبوع لتنظيف كلية التربية والعلوم التابعة لجامعة سبع طبعا بدينا أمس في الحملة بمجهوداتنا الذاتية، وطبعا درنا لجنة تواصل مع البلدية. البلدية طلعت ما عندهاش الإمكانية أنها تدعمنا في هالحملة. بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى مدينة أوباري بعد أن كانت حتى وقت قريب ساحة للاقتتال دام أكثر من 14 شهرا بين التبو والطوارق، في ظل وجود قوة محايدة من قبيلة الحساونة لمنع وقوع أي اشتباكات بين الطرفين. المدينة تشهد العديد من الحملات التطوعية لإزالة مخلفات الحرب وتنظيف وطلاء الأرصفة يقوم بها شباب متطوعون من طرفي النزاع. هدمت وماتوا فيها كثير من الشباب. الآن نبقى السلام، خلاص سلام الحرب.
الايام السوداء في من ايام الاطفال السوداء ايام الحرب اللي ابوها خلاص انت ابدوا حياه جديده مع بعضكم، اهتموا بذاتكم، نظفوا شوارعكم، عودوا الى مدارسكم، والله ان شاء الله يوفقكم، ان شاء الله دائما مبالي تبدا بلاد الخير وابناء بلاد النماء، مبالها دائما كانت بلاد خير. فمع بعضنا نتعاون، كل اهل مبالي تعاون، انسوا الاحقاد وانسوا الكلام الفاضي وابدوا بدايه جديده، وان شاء الله ربي يعاونكم بصحتكم، وانتم من الرجال اللي معتمد عليكم البلاد وربوكم. الواني الله أكبر. أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مخاوف بلاده من التداعيات المحتملة لتطورات الموقف في ليبيا في ظل وجود تنظيم داعش، مؤكدا في الوقت ذاته أن انتشار داعش والتنظيمات المماثلة في مختلف مناطق العالم يعد الخطر الأكبر على البشرية جمعاء. السيسي قال في حوار أجراه مع صحيفة أساهي اليابانية إنه إذا انهارت ليبيا فقد تصبح منصة إطلاق ساخنة لنشر الإرهاب في كل الدول المجاورة كتونس والجزائر ومصر وحتى إلى أوروبا، مضيفا استراتيجيتنا هي حماية أرضنا وسنستمر في معركتنا ضد الإرهاب ولن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى. نقل موقع ميدل إيست مونيتر عن مسؤول أمني ترحيبه بقرار بلدية الزنتان بوقف مشاركة الأطفال دون سن 18 في الأعمال ذات الطابع العسكري. غسان خليل ممثل منظمة اليونسف في ليبيا قال إن مبادرة المجلس البلدي لمدينة الزنتان هي تسريح أي طفل دون سن 18 من المشاركة في النزاعات المسلحة وإعادة دمجه بالمجتمع هي خطوة في الاتجاه الصحيح. وأوضح أن قرار المجلس البلدي جاء في إطار حملة معا من أجل الأطفال التي يشارك بها 18 مجلسا بلديا من ضمنها الزنتان، والتي ستشرع فيها اليونيسف بعملية مساعدة اندماج هؤلاء الأطفال في المجتمع من خلال اتباع أحدث الأساليب. من جهته قال عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني إن بلديته ستبدأ بإقامة مركز لإعادة التأهيل في المدينة. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مدينة غات تشهد انفراجا في أزمة الوقود التي دامت لأكثر من عام. لتحقيق الحلم، الفرصة أمامك الآن لتفوز بلقب شاعر ليبيا وجائزة نقدية قيمتها 100,000 دينار ليبي للمشاركة بتجارب الأداء أمام لجنة التحكيم. سبا المسرح الشعبي مقابل فندق الكشاف، الاثنين 29 فبراير ابتداء من الساعة 9 صباحا. بني وليد إذاعة بني وليد المحلية، الأحد 6 مارس ابتداء من الساعة 9 صباحا. طرابلس فندق ريدسل بلو المهاري، الخميس 10 مارس ابتداء من الساعة 9 صباحا. شحات قاعة مسرح الصداقة بالقرب من الهلال الأحمر، الثلاثاء 15 مارس ابتداء من الساعة 9 صباحا. قصف وتحركات جنوب بني وليد ونسمة ضد رتل يشتبه بأنه لداعش. كاميرا 218 تتجول في محوري سوق الحوت وميناء المريسة ببنغازي. لزغيد التصويت على الحكومة لا يتم إلا بتعديل الإعلان الدستوري. أهلا بكم من جديد. شهدت مدينة غات انفراجا في أزمة الوقود التي دامت لأكثر من عام بعد وصول 10 صهاريج الوقود لمحطات المدينة بأحياء العوينات وتهالة وغات
وغات المركز والبركت. لجنة الأزمة بالمجلس البلدي غات شكلت لجانا للإشراف على توزيعها في محطات البنزين في المناطق المذكورة، ووفقا للجنة فقد تم تحديد مواعيد يومية ثابتة للتزود بالمحروقات تفاديا للازدحام الشديد في المحطات وتسهيل العمل بها. كما ستقوم فرق الصيانة بإعادة تشغيل المضخات التي لا تعمل. طبعا عانينا من نقص الوقود لمدة عام وأربع شهور في غات، طبعا بظل الأحداث اللي هي صايرة في مدينة أوباري، وهو قاعدين مثلا شباب اللي هم لاهين بالصيانة يقوموا بصيانة البومبات. طبعا المحطة تخدم فيها بومبة واحدة باهي، وقاعدين نلبوا في الدعوة. وطبعا نشكر اللي هم قائمين في شركة البريغا لتسويق النفط وإدارة المحطة، ونزيد نشكر كل من ساهم طبعا في إيصال البنزين لمحطات الوقود تبعات من العوانات للبركة الأخيرة. واليوم يعني قعدنا ممكن سنة قريب سنتين نقول، لكن الحمد لله جت البنزين والطريق انفتحت، وما نتمنى إلا يستمر الحال ويجي التموين وكل شيء. يعني الحمد لله يعني الأمور ماشية 100%، واليوم هو أول يوم نعبو فيه بنزين بعد سنتين والأمور مشتة الحمد لله، وإن شاء الله يدوم الحال وعاشت ليبيا إن شاء الله. طبعا احنا كنا نعانوا في أزمة البنزين قبل توا، الحمد لله فرج ربي علينا، واهو بنزين واهو كثرت الحمد لله. وقبل كانين نشروا البنزين بأسعار غالية، وتعبنا تعب غير عادي. أي مواطن كان عنده نقص في الحاجات هذه كلها، وغات فمحتاج لحاجات كثيرة منها الوقود، واللي نسيناه قريب حتى نسيان، والمواد الغذائية وحاجات كثيرة. عندنا فراش إن شاء الله يكون فراش مستقبلي مستمر. يعني أقيمت بمدينة البيضاء ندوة تعريفية بمركز الأبحاث الأثرية في جامعة عمر المختار. الندوة شهدت حضور عدد من عمداء الكليات وطلبة قسم الأثار وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ومدينة سوسة، حيث عرف خلالها رئيس مركز الأبحاث والدراسات الأثرية محمد بيانكو بالتشكيل الهيكلي للمركز وما يتضمنه من أقسام ووحدات وإدارات، منها المكتب التوثيقي والدعم الفني ومكتب الشؤون الإدارية والمتحف التعليمي الذي يحتوي قطعا أثرية لكي يتواصل الطالب مع هذه النماذج الأثرية. حضور يعني ما زال الباب مفتوح للنقاش، لو كان في اي حد يحب يشارك. أحيت الفرق الكشفية بفوج جالو للكشافة والمرشدات الذكرى 62 لتأسيس الحركة الكشفية الليبية. قائد فرقة الأشبال بفوج كشاف جالو صلاح الجيلاني قال إن فوج الكشافة يمارس نشاطه الكشفي رغم الإمكانيات البسيطة وقلة الدعم من الجهة الرسمية. وقد حضر الاحتفالية قادة الفرق الكشفية والقادة القدامى وطلائع الفرق الكشفية وعدد من أهالي المدينة. وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات الكشفية التي تضمنت كلمة الكشافين وعروضا مرئية حول كشافة ومرشدات ليبيا وتأسيسها ومراحل العمل الكشفي الليبي وسيرة مؤسس الكشافة الليبية المرحوم علي خليفة الزايدي. طبعا اليوم نحتفل نحن بعيد الحركة الكشفية في ليبيا اللي هو تأسس في فبراير 1954. اليوم يحتفل فوج كشاف جالو كذلك بتأسيس الحركة الكشفية في جالو 1968. طبعا فوج كشاف جالو يحتوي على حوالي أكثر من أربع فرق، لأن تجتمع في الجوالة وفي المتقدم وكشافة والفتيان وكذلك الأشبال وكذلك فرقة القادة القدامى. وطبعا حوالي ما يقارب أكثر من 60 كشاف وقائد في مستوى فوج كشاف جالو، والعدد يعني قابل للزيادة، يعني ممكن توا حوالي في 80 أو أكثر من حتى 80 يعني إجمالي الكشافين والقادة.
شرعت السرايا الأمنية التابعة للغرفة المشتركة بجادو في تأمين وتنشيط الحدود الإدارية الشمالية للمدينة عقب ظهور تنظيم داعش بمدينة صبراتة. مهام هذه السرايا تضمنت تأمين المنطقة ومنع تسلل أي من عناصر تنظيم داعش إلى منطقة جادو، إضافة إلى استحداث بعض الدورات الثابتة والمتحركة لمواكبة تطورات الوضع الأمني بالمنطقة الغربية. النشرة مستمرة وتتابعون فيها. بدء عملية إزالة القمامة من شارع الاستقلال. قصف وتحركات جنوب بني وليد ونسمة ضد رتل يشتبه بأنه لداعش. كاميرا 218 تتجول في محوري سوق الحوت وميناء المريسة ببنغازي. لزغيد التصويت على الحكومة لا يتم إلا بتعديل الإعلان الدستوري. أهلا بكم من جديد. قام المجلس البلدي طرابلس المركز بإزالة القمامة المتواجدة في شارع الاستقلال. المجلس أكد أن هذه الخطوة جاءت نظرا لما تشهده المدينة من تكدس للقمامة في الشوارع والأزقة، ما يسبب في عرقلة الطريق بالنسبة للمارة. وسبب تكدسها هو عزوف العاملين في شركة الخدمات العامة عن القيام بعملهم بسبب عدم تلقيهم مرتباتهم طيلة أشهر. الناس السكان اللي ساكنين هنا، قصدي تقول مش ساكنين، كنيستهم ما يقلوش فيها. قصدي شنو نقول أن الشعب، شنو قصدي خير الشعب، هو ما ينظفش في منطقته، ما ينظفش في شارعيه، ما يقدرش يحط كيس كناسه في سيارته يمشي يعرف عليه مكان معين، وما يبذل الجهد قصدي انه هو ينظف شارعه وينظف قدام مسكن نتاعها. الله غالب، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وخلاص. بتنظيم من مكتب تنمية الأسرة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس، مسابقة أطفال ليبيا المبدعون هي في دورتها الأولى تحت شعار الإبداع طريق النجاح. المسابقة التي شاركت فيها عدد من المدارس من مختلف البلديات شهدت عروضا متميزة في مجالات الاختراع والصناعات اليدوية، إضافة إلى مسابقة المذيع الصغير. الطفل المبدع في مجال المذيع، طبعا احنا في هرب مدارس شاركوا على مستوى طرابلس الكبرى في مدارس الطلبة في جميع الأعمار وجميع المجالات. نتمنى التوفيق لكل الأطفال اللي شاركوا معي. جاية اليوم نبن معي مجموعة من الطلبة والطالبات اللي هم المميزين والمبدعين، نبن نجو اليوم على الأقل يعني نحسهم ان احنا مهتمين بهم وانهم هم يعني عندهم موهبة او هواية، واحنا نبن نحاول ان شاء الله نموالهم بالتعاون مع مجلس سوق الجمعة ووزارة الشؤون الاجتماعية. طبعا اليوم بدأت الدورة الأولى لمسابقة الطفل المبدع اللي هي طبعا على مستوى طرابلس الكبرى بالكامل 13 فرع للشؤون الاجتماعيه اللي هو عن 13 بلديه. طبعا فكره المسابقه احنا نبوا الاطفال المبدعين، الاطفال المخترعين، نبوا نبنوا جيل المستقبل، نبوا نبنوا ليبيا قدام. كيف لما نبي تشوف ليبيا قدام شن تتوقعها تكون، ابدا من توا في الابن الجيل اللي حيكون بكره، اللي هو ابن الطفل، ابن الرجل وابن المراه، تبنيها من الاساس اللي هو من الطفل بدايه. نظم نادي مهارات التنمية البشرية دورة تدريبية حول التميز الشخصي تحت شعار خطط لحياتك تحقق أهدافك. تلقى خلالها المشاركون دروسا وتدريبات حول التخطيط الشخصي وسبل تحقيق وإنجاز الأهداف الحياتية، كما تعرفوا على نماذج ناجحة من التاريخ البشري وكيفية صنع الطابع والبصمة الشخصية. نتمنى من الزيادة ونتركز الجهات على هذه الدورات
كمؤسسات كمراكز كمعاهد تركز على هذه الدورات في التنمية البشرية لزيادة مستوى التفكير عند الشخص وينتقل من التفكير السلبي إلى التفكير الإيجابي. ضافت لي الأشياء اللي تميز الإنسان، يعني اللي تخلي الإنسان إنسان متميز، تخلي الإنسان إنسان مبدع، كيف الإنسان يفكر بتفكير إبداعي أكثر. ساعدتني في كيف نحدد رؤيتي ورسالتي ونحدد أهدافي في الحياة، وكيف نصنع ماركة شخصية لي أنا كإنسان يعني. أما الآن ننتقل إلى الأخبار الرياضية والزميل إبراهيم نحويتي. إليك إبراهيم. شكرا يا رب. الآن ننتقل في جولة على درجات الحرارة في بعض المناطق والمدن الليبية. أما الآن فإلى العناوين. قصف وتحركات جنوب بني وليد ونسمة ضد رتل يشتبه بأنه لداعش. كاميرا 218 تتجول في محوري سوق الحوت وميناء المريسة ببنغازي. ولزغيد التصويت على الحكومة لا يتم إلا بتعديل الإعلان الدستوري. لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقع القناة الإلكترونية 218tv.net بالإضافة لمواكبة جديد الأخبار والعواجل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وعلى صفحة القناة على تيليجرام. إلى اللقاء.